صباح الخير على حضراتكم مرة ثانية. صباح جميل مشرق يا رب مليء بالأمل والتفاؤل. النهاردة بالنسبة لحالة الطقس بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، مائل للحرارة، رطب على السواحل الشمالية، هيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ورطب أيضا، ونسبة الرطوبة هتكون مرتفعة وده هيزود الإحساس بدرجة الحرارة من 2 ل 4 درجات الرطوبة. صحيح يا هادية، فعلا يعني انت حاسس ان فعلا الرطوبة مرتفعة يعني فعلا، يعني هو في يعني بعض الاحيان بتبقى قاعدة عندنا درجة حرارة في اعتدال في الجو وفي هواء، لكن الرطوبة هي المشكلة. وطبعا توقعات ان حالة الطقس في الليل هتكون معتدلة لكن رطبة برضو على القاهرة الكبرى. وهيئة الأرصاد أصبحت أوضحت ان النهاردة هيبقى في شبورة مائية خفيفة في الصباح على طرق المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع نشاط طبعا الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى. لكن احنا زي ما شايفين بكاميرتنا اللي بتطلع باستمرار في كل يوم، وزي ما قلنا احنا يعني فعلا كاميرا متميزة للأستاذ أحمد معوض المخرج والأستاذ إيهاب معاه، طبعا بيطلعونا الكاميرا طبعا من خارج مزبير ونشوف الشوارع الجميلة. دايما بشيد بالفقرة دي بصراحة، يعني أدا زي ما انت شايفة بتوضح لنا حالة المرور في نفس الوقت، طبعا الحركة السيابية يوم السبت الحمد لله، وفي نفس الوقت حالة الطقس الجميل والرائع. وبنقول لكم يعني استمتعوا بالجو الجميل ده مع وجود الرطوبة، لكن في اعتدال في الجو، مفيش طبعا اي شبوره مائيه وخاصه على السواحل او الناس اللي رايح يعني بتطلع بره. هو عموما يعني القاهره بقى او السواحل الشماليه احنا عايزين نقول لكل الناس انه بشكل عام في ارتفاع في درجات الحراره ونسبه الرطوبه، فمش هتفرق كتير. طيب خلينا بقى نروح مع حضراتكم دلوقتي بعد ما تعرفنا على هذه التفاصيل، نروح للتعرف على بيان بدرجات الحراره المتوقعه لكافه محافظات الجمهوريه.